وهي في عابدين شغالة وسط السروجية، الناس كلها عنها سامعين، عارفين الحاجة فتحية ورثة الشغلانة أبر عن جد، وكمان جوزها وابنها محمود، وما شاء الله في مكانها تسد، ليها اسم كبير في السوق ووجود. عربيتك بتروح على الورشة ترجع لك وكأنها زيرو، تابلو يتغير أو فرشة، واللي بيتشال يركب غير. ست فتحية، كل الناس عارفاك يا ست فتحية. الحمد لله، أحلى حاجة. في ست قوية الشخصية وحبوبة وطيبة وعندها وبتشتغل سروجية، كل الناس قالوا لنا عليك. الحمد لله. تفتكري ايه اللي محبب فيك الناس كده ويقولوا لنا لازم تروحي تشوفوا حس فتحيه؟ اللي محبب فينا الناس كده ان سيرتنا الطيبه والدنيا حلوه معانا ومحدش بيكرهنا، الحمد لله. لا انا ولا الحاج ولا اولادي، كل الناس بتحبنا لان احنا بنعامل الناس بضمير. حلو حلو. ايه اللي خلاكي اصلا تحبي الصنعه دي؟ والدي. هو والدك كان سروجي؟ اه. فانتي ومن وانتي صغيره كده كنتي بتشوفيه؟ اه والدي. ما عندكيش اخوات صبيان؟ عندي. واشتغلوا سروجيه برضه؟ اشتغلوا سروجيه. يعني انتي لما اتجوزتي اصلا كنتي خلاص بتعرفي السروجي؟ وكنتي متعلمه. وما اتجوزت جوزي كان سروجي. جوزك سروجي برضه؟ اه. فوالدك لما انتي كنتي عايز تتعلمي منه ما قالكيش ليه يا فتحيه روحي خياطي ولا روحي اطبخي؟ بالعكس، ولا هو كان شغال في شركه النصر. اه طبعا سروجي. سروجي في شركه الحكومه؟ اه. وانا كنت شغاله معاه في شركه النصر. اه. سروجي؟ سروجي. معقوله؟ اه. في شركه النصر يعني مودرن قوي؟ اه عادي. كنت بقعد على المكنه تخيطي الجلد السكاي بتاع العربيه؟ بتاع الاتوبيسات. بتاع الاتوبيسات كمان؟ بتاع الاتوبيسات، هيئه النقل. ايه ده؟ بتاع زمان. ايوه طبعا، الاتوبيس الاحمر. اه طبعا. كلنا ركبناه. اه. فكنتي بت 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 بتشتغلي في القطاع العام. اه. امتى بقى جيتي وبقى عندك مكان لنفسك؟ لما اتجوزت جوزي. هو بقى كان مستقل، ما كانش موظف؟ اه لا مش موظف. فسبت انتي القطاع العام ورحتي؟ ما قعدتش فيه كتير، يعني انا ما قعدتش سنه. اه. جوزي ده بقى حبيته عشان ابن عمي واتجوزته. اتجوزتي ابن عمك اللي بتحبيه السروجي؟ اه. يعني زدنا في دقيقنا على الاخر. اه. ومين عيالك يا ست فتحي؟ معايا محمود ومعايا مصطفى. محمود ومصطفى راجلين؟ اه. ما عندكيش بنات؟ لا ما عنديش بنات. اتجوزوا محمود ومصطفى؟ محمود ومصطفى متجوزين وخريجين جامعات. بمؤهلات؟ اه. معايا محمود خريج المدير اكاديمي. وبيشتغل معاكي هنا ومع معايا والد. ومصطفى خريج سياحه وفنادق وبيشتغل معايا. بيحبوا الصنعه ولا انتوا اللي قلتوا؟ لا لا لا، هم احنا ما اجبرناهمش على حاجه، احنا ما نقدرش نجبر حد على حاجه. طبعا طبعا. هم اللي حبوها لان احنا سمعتنا واسمنا ما ينقرضش، لازم تبقى سلسله. عايزه تسيبي علامه؟ اه لازم. والولدين شاطرين برضه؟ اشطر مننا. اشطر مننا. ابوهم زرع فيهم الصدق والامانه وان هو يعرف الحاجه من اول مره لازم يعملها. كانوا بيتضربوا هم صغيرين، لو حد غلط فيهم لازم يتعاقب عشان يعملها صح، عشان ما فيش زبون يجي يقول له الحاجه دي يا حاج خليل غلط. شغل. عينك بتلمع يا ست فتحيه وانت بتحكي على ازاي ربيتيهم ويتضربوا عشان يعملوا حلو. انا كنت وهم صغيرين بنيمهم تحت البنك، اكلهم ويناموا تحت البنك، يجوعوا يقوم اكلهم لغايه ما كبروا، وديتهم المدرسه جنبي، يخرجوا من المدرسه عليا يجي المدرس يديهم الحصه بتاعتهم في قلب الورشه، ونروح الساعه 7 ونسيب ابوهم في الورشه، يناموا يجي ابوهم اعمل الاكل، ابوهم يتعشى، واقوم الصبح الساعه 7 انزل بيهم المدرسه وادخلهم المدرسه واروح افتح الورشه قبل ما بيهم ينزل الساعه 10. انت تفتحي الصبح عشان انت قايمه بدري في الشارع اصلا؟ ها. لغايه ما بيهم ينزل الساعه 10 يجي ايه الورشه، يجوا من المدرسه الساعه 2:30 عليا، نقعد لغايه الساعه 7 عندهم درس، عندهم حاجه ياخدوه في الورشه،
لغايه بقى ما كبروا بقى يروحوا ويروحوا لوحدهم. طب اقول لك حاجه، دلوقتي انت لسه شغاله بايدك بتقولي بتحبي الشغل ولا يمكن تبطلي الشغل؟ لا دلوقتي انا حاجات بسيطه يعني. حاجات بسيطه؟ اه. طب لو عايزه اكلم حد على الصنعه، اكلم حد من ولادك؟ اه. وانت تقفي تتبشري تتريسي عليه لسه، ولا هو خلاص قصته كبير بقى مش محتاج لا حد؟ لا لا لازم بيستشيرني في اي حاجه. يستشير. يستشيرني دي نعملها ازاي، دي نعملها ازاي كده. هتاخديه توديني عنده؟ هو عنده خبره بس انا بديله خبره اكتر. هو بيحب ايه؟ انت غاويه ايه في العربيات؟ انا كل حاجه داخل العربيه بحبها. كل حاجه؟ اي حاجه في العربيه بحبها، اي حاجه، طاره، فرش، سقف، اي حاجه بتتعمل في العربيه انا بحبها كانها عيل من عيالي. وقبل ما الزبون ياخد العربيه لازم ابص عليها، حتى لو مش انت اللي مفنشاه. اه لازم لازم اي حاجه فيها اي غلطه ارجع للصنايعي اجيبه. تعالى دي طالعه غلط ليه؟ عشان الزبون مش هيحاسب الصنايعي. طبعا هيحاسبني انا. طبعا. فما بقيتيش بتشتغلي بنفسك خلاص؟ لا عندك بقى صنايعيه وعندك أوه. ولادك ما شاء الله ربنا يخليهم لك. ما عندكيش صنايعيه قدام يا استاذه فتحيه من اللي هو كانوا معاكم من زمان قوي؟ انا عندي واحد معايا بقاله 17 سنه. بس ده انت معاكي مش مثلا كان مع والدك او كده من دول؟ ما عادش حد لا طبعا. لا لا صحيح. ولو موجود خلاص كده هيبقى كبير. هيبقى كبير. أوه. بس هتاخديني الورشه كده اشوف الناس واشوف الشغل واشوف الصنايعيه وكل حاجه. شارع محمد محمود واحد من أقدم الشوارع في وسط البلد، بيبدأ من ميدان التحرير ومباني الجامعة الأمريكية اللي بتضم قاعات المحاضرات والمقر الإداري والمكتبة. البداية الأرستقراطية للشارع بتنتهي بخلفية شعبية معظم سكانها من أبناء الطبقة المتوسطة في عابدين. وعلى بعد خطوات من محمد محمود هتعدي على شوارع مشهورة زي شارع عبد العزيز جويش والتحرير وشارع الشيخ ريحان. من أشهر المعالم الموجودة في الشارع مدرسة سان شارل الكاثوليكية الألمانية، واللي تغير اسمها لليسي الحرية، ده غير عدد كبير من أشهر المطاعم والكافيهات اللي بيتجمع فيها كل الطبقات خاصة الشباب. ازيك يا محمود؟ تمام الحمد لله يا فندم. رقبتك وانت بتخيط الدركسيون ورقبتك وانت بتعمل كذا حاجه، انت فنان يا محمود. شكرا جدا فندم. والله العظيم فنان. ميرسي لذوق حضرتك. وبعدين عمري ما تعمقت في موضوع السروجي ده. تمام. انتوا مليون صنعه في بعض، يعني لازم تبقى ترزي ولازم تبقى كهربائي. تمام. ولازم تبقى ميكانيكي ولازم. تمام. تفهم في الفايبر، ما اعرفش الصنعه دي اسمها ايه. مزبوط. يعني صنعه هي متعدده الاغراض يعني. هي. الصنعه عندي فيها تفاصيل كتير جدا. وانت اصلا خريج ايه؟ انا خريج اي تي. اي تي كمبيوتر يعني؟ كمبيوتر ساينس. وليه قررت ان انت تكمل شغل هنا مع والدك والدتك في الورشه؟ بكمل بقيت المهنه بتاعت والدي، مش عاوزها تموت. حاجات كتير، عاوز سمعتي تبقى كبيره. السمعه بتاعت والدي دي انا خايف عليها جدا وعاوز احافظ عليها. انتوا من اشهر السروجيه في البلد فن. صح؟ الحمد لله يا فندم. يعني هي لله. بيزنس خد مجهود ان هو يتبني. مظبوط. اه. والحفاظ على السمعه اقوى من السمعه. صح. انت شغال على ايه دلوقتي؟ انا شغال دلوقتي ان انا بكسي تابلو بتعديل لي، يعني هو التابلو اصلا اوريدي ما فيهوش الخياطه بتاعته. انت عايز الستيتشنج ده، عايز الخياطه دي تبقى، عاوز الخياطه دي تبقى على التابلو، لان هو العربيه المعدله بتاعت الاليجانس بتاع المرسيدس هو كده فابريك. اه. فهو الراجل اللي عايز يعدلها تبقى شبه الجديده. شبه دي بالظبط. ايوه حلو الطلب ده. فانت عملت بقى كل الدبل خياطه. اه. هو برسوماته يعني، هو بيديني صوره محمود انا عاوز زي ده، فبديله بالظبط الكوبي بتاعه بالظبط وتطلع زي الاصل. تطلع الحمد لله بنفس الاصل بتاعه. طب وريني كده انت بتشده عليه ازاي. تمام. وبتشتغل بايدك يا محمود يعني؟ لازم مش حضرتك. عامل عليهم بص لا طبعا انا عشان احافظ على سمعتي مش هدي الحته دي لصنايعي ان هو يعملها، لازم بايدي حضرتك. ما هو الصنايعي لو شافني اوريدي انا شغال غصب عنه هيشتغل. ويشتغل حلو. وهيشتغل حلو جدا. اكيد عندك هو... صناعيه برضو مستوات يعني جامدين. اه عندي صناعيه جامدين حلو. اكيد. يعني شغلهم حلو قوي. فاحنا كلنا دايره بتكمل قلب بعض. كمل بعض. وريني. يا خبر انت شغال بالكله دي طول النهار. اه حضرتك شغال بيها طول النهار لان هي ثلاث ارباع شغلي. تشد جلد وتلزقه على تشد جلد وكذا حاجه. انا بعمل الطبلونات اللي بتبقى ضربه ارباك برجعها تاني جديده.
لما الايرباج ينفجر بعد حادثه ولا حاجه ينفجر بعد حادثه ترمه تاني. لان في طبلونات حضرتك مش موجوده اوريدي. عندكم حد بتاع فايبر يكون حاجه لو حادثه بوظتها تماما؟ لا ولا انا دم؟ بايدي برجعها تاني. انت بايدي بشتغل فيها صاج وبشتغل فيها معجون، برسم الشكل بتاع الهيكل اوريدي ان هو ما حصلش فيه حاجه. وانت اللي بتعمل كده برضه؟ انا اللي بعمل ده كله. انت متخصص اصلا في ايه؟ هو حضرتك انا متخصص جوه صالون العربيه، ده بتاعي من فوق لتحت، فاي حاجه فيه انا بعملها. طبعا انا هسالك سؤال خاص شويه يا محمود. ايوه فاهم. انت ابن بلد يعني، ها شكلكم ولاد بلد جدا، كلكم رجاله جدا يعني، مش متضايق ان مامتك بتشتغل؟ ده انا فخور بيها حضرتك، فخور بيها جدا. وانها مكمله شغل لحد دلوقتي؟ مكمله، دي حاجه تقالي مش موجوده في اي ست. وان المكان اسمه الحاجه؟ مظبوط. لا انا بنكشك، انا سعيده بيها. انا سعيده بيها، شاكر جدا. بس كنت عايز اعرف ان هي مخلفه رجاله كده وهم واقفين جنبها. لا حاجه ما تعبش بني ادم. لا دي حاجه تشرف. لا دي حاجه تشرف، هي علمتني وصرفت عليا وكبرتني وخلتني النهارده ابقى مسؤول وقد المسؤوليه. دي في حد ذاته التربيه دي صعبه جدا، حاجة لذيذة، حاجة تشرف بيها. هي حاجة لذيذة. حاجة تشرف بيها. وبعدين في وجود والدك، مش مثلا هي اضطرت. في وجود والدي. لا هي عايزة. موجود. هي عايزة، لأن والدها كان القسطة بتاع والدي كمان. ما هو عمه مش كده؟ هو ابن خال جل. ابن خال جدي. فهي كلها كانت عيلة واحدة، كانوا بيشتغلوا في شركة النصر زمان، كانوا بيصنعوا العربيات 28 السروجي بتاعها، فإحنا أخدناها وراثة. يعني هما كانوا زمان بيشتغلوا في العجل الفيات، النهاردة إحنا بنشتغل في البي إم والمرسيدس. فالتطور شيء. التطور هو الدم بيجري فيه الموهبه الحمد لله، لان دي مش صنعه، دي موهبه جوه البني ادم. تحب العربيات يا محمود؟ جدا حضرتك. يعني انا بخاف منها. خايف من العربيات؟ بخاف من العربيه بس بحبها جدا. بتسوقش بسرعه؟ ما بسوقش بسرعه خالص. انا ببقى ماشي بالعربيه ما بعديش اوريدي ال 100. فعلا. خايف على الشغل؟ خايف على حضرتك. بص يا فندم. ده شاموا. السقف ده كان لونه اصلا بيج. انت غيرت لونه؟ انا غيرت لونه وخليته اسود. والزبون عايز يغير لونه ليه؟ تطور، عاوز يجدد. برضو يجدد الموضوع بشكل احلى. وده ماركه ايه؟ ده الماني، الخامه دي الماني. لا مش قصدي، قصدي العربيه دي ماركه دي مرسيدس. إيه؟ دي مرسيدس. مرسيدس يعني عايزها قلبها من بيج لسودا. لسودا. ده التابلو بتاعها؟ ده التابلو بتاعها. ده هتجيله قيافه جديده بقى كلها. وده الفرش بتاعها. بني. عايز بني في اسود. بني في اسود. عندك طلبات كتيره كده سبيشال، حد بيعمل احمر، حد بيعمل برتقاني. انت حضرتك الالوان دلوقتي اللي نازله في العربيات الجديده فسفوري، بينك، الاخضر، الازرق. التميز. العربيات الجديده، الموديلات الجديده كلها نازله الالوان دي، مش حاجه تقليديه ان بقت كل عربيه اسود رمادي. لا، النهارده التطور بقى في الالوان. طب عندك صناعي تاني مثلا متخصص في حاجه تانيه من كراسي بقى، عفش، مين عندكم؟ انا عندي عبد الرحمن بيقعد على المكنه وبيفصل الفرش بتاع العربيه. بيفصل ده؟ بيفصل الفرش بتاع العربيه. ينفع اتكلم مع عبد الرحمن؟ اتفضلي يا فندم. اكيد طبعا. شكرا جزيلا. اتفضلي. شكرا يا محمود. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ والله الحمد لله بخير. نعم، قالوا لي ان انت يعني من المتخصص بقى في خياطه السكاي وخياطه الجلد وبتحب الصنعه بتاعه الكراسي. مظبوط. صحيح؟ مظبوط. انت من وانت عندك كام سنه في الكار ده؟ انا في الصناعه دي بالظبط وانا عندي 13 سنه بدات فيها. 13 سنه. خدتها بقى في المجمل ولا من الاول خالص وانت عارف؟ لا، خدتها من البدايه خالص. ايه بقى؟ يعني انا والدي اساسا في نفس صناعتي، كان سواق سيارات. أيوة. كنا احنا شغالين مع بعض. احنا كنا شغالين مع بعض في شركه السياحه، وكان مشغلني معاه، كان بيتحايل عليا ان انا اتعلم الصناعه دي وانا اقول له لا. عايز تعمل انا ما بتعلمش وباخد شهاده عشان اشتغل سواق سيارات، ما بحبهاش. وتعلمت فعلا. فعلا، بس انا سبت الشركه مع والدي وخرجت بره، اتنططت بره، انا اتعلمت الصنعه دي لدرجه ان بعد فتره كان بيشوف شغلي ما كانش بيصدقني. يعني مش هو اللي علمك؟ لا 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 لا. تخرج يعني بتيجي مثلا شغل الساعه كام وترجع الساعه كام؟ يعني هي عقبتي الوحيده، العقبه اللي عندي الوحيده في موضوع مواعيد الشغل دي. انت السروجيه بتاخروا؟ انا اعرف. هم كلهم بيجوا بدري ما عدا انا. انت لازم بتروح متاخر. يعني الحاجه بتعمل فيك ايه طيب لما متأخر؟ الله اكبر عليها، صوتها بيبقى بيسمع عابدين كلها. الله اكبر. بتقول لك يا عبد الرحمن ولا اوحش بكتير؟ لا يعني شويه كده. انت حاسس انهم اهلك يا عبد الرحمن؟ بس هي والدتي. طبعا لسه كنت هقول. طبعا انا بقى لي 11 سنه معاها. في حد يطلب منك فرش غريب مثلا؟ نوع غريب، سروج؟ بتجيلي رسمه معينه كده غريبه كده انا ما صممتهاش قبل كده، بس بفضل وراها لحد ما نصممها.
او مثلا العربيات اللي هي الصالونات الكبيره الليموزينات بيبقى كابيتونيه وبالماس. الله ينور عليك، صح كده، كل الحاجات دي بتجيلنا وكل الحاجات دي احنا بنعملها. فانتوا بقيتوا عندكم سمعه في الغريب يعني، في الحاجه الجديده اللي هي مش ملحوظه قوي يعني، ما حدش بيشوفها قوي. اكتريت الناس دلوقتي اصحاب العربيات بيحبوا يعملوا قوسين وكنبه بس، سقف، يعمل دواسه بس، ان انت تحولي العربيه كلها من جوه مش موجوده في اي حته. صحيح. طب انا عايز اشوف غرزتك كده لاني اعرف ان العربيه دي انضف غرزه. لبست لك النضاره يا عبد الرحمن. ها انت بتحب الشغل الكلاسيكي اللي هو بني واسود وكده ولا بتحب الشغل المجنون؟ لا طبعا احب شغل الجنان. بحب الجنان. ما هو الشغل الطبيعي بيبقى اي حد بيعمله. لا انت صنعتك شيك وحاجتك شيك وضحك احلى من الساده. ربنا يخليك. يعني كل حاجه فيها صنعه يد كده احلى من الساده. طبعا لازم الشغلانه تطلع من تحت ايدي A1، ما ينفعش تطلع حاجه ثانيه غير كده. انت راجل A1. ما اروح بقى اشوف الحاجه بتقول عليك ايه. وشيتك جميله يا حاجه فتحيه. ربنا يخليكي بقى. وحسيت ان انت مسيطره على زمام الامور. على فكره مش لازم تشتغلي بايدك خالص. لا لازم ابقى مسيطره، بس لازم عينك تبقى عليهم كلهم. ايوه انا باجي الصبح الساعه 10، بمشي الساعه 1 بالليل. واحده بالليل؟ واحده 12 على حسب بقى ما ربنا بيرزقنا. وحاج خليل ما بيقولكيش بقى كفايه يا ست بقى كبرنا ما نقعد بقى في البيت؟ لا 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 بالعكس، ده لما بيجي يوم بقعد في البيت بيزعل، بيقول لي لازم تنزلي، هو بيسندني وانا بسنده، بنسند بعض كده، سندوا على بعض حلو كده زي ما بتقولوها انتوا، لازم نسند على بعض. كلمه حلوه كلمه وحشه، يتنرفز عليا تنرفز علي، بس في الاخر حاجه جميله. بنيجي اخر الليل كده بنقعد نتكلم بقى عن العيال وعن الاحفاد وعن مع بعضينا كده، بيبقى كلام جميل بعد شقه طول اليوم. حاجه بتبقى جميله كده اما تقعدي تطلعي اللي جواكي كله لجوزك، هو يطلع لك كل اللي جواه ليكي. 47 سنه يعني ما مليناش من بعض، ما مليناش خالص. ولا هو يقول لي انا زهقت منك، ولا انا اقول له لا انا كده خلاص اخلعك، ولا الكلام ده. لا خلاص، لا حاجه تيم واحد كده، حاجه كده ستايل واحد، نفر واحد. اللي يحب حد يحبب في خلقه يا حاج. الحمد لله. الحمد طب لله. انا كده عايزه اديكي صوره، والله انا نفسي اديكي يعني الدنيا كلها، بس زميلتنا الفنانه ساره بترسم صوره لابطال حلقتنا. يا رب تعجبك. جميله يا ساره. الله جميلة، تسلم ايدك يا سارة. الله والله انت اللي جميلة. حلوة قوي يا سارة. ميرسي يا سارة. جميلة يا سارة والله. حلوة قوي. ميرسي يا حاجة فتحية على ليا يا سارة. ايوه ليك. جميلة، تسلم ايدك. حلوة قوي. جميلة. أنا همشي بقى وأسيبك لشغلك. عربيتك بيتك ومكانك، وفي رحلات سفرك عنوان، واكل شارب عايش فيها، ومعك على الحلو وعلى المر، وعشان كده دايما مراعيها ومحافظ من جوه ومن بره. لو حد خدشها بتتضايق ويروق بالك لو تغسلها، طول ما انت وعربيتك واحد كل المشاوير هتكملها.